مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة من برنامجكم ألعاب الصلاة. استوقفتني حاجة كده وأنا بتفرج، بحب أتابع جدا الدوري الأمريكي أو الـ NBA بالمعنى الأصح في كرة السلة. استوقفتني فيديو قعدت أتفرج عليه كتير، والفيديو ده فيديو مهم عشان نقول للعيبة لعبتنا في النادي الأهلي وكل لعيبة مصر رسالة مهمة. ليبرون جيمس، ليبرون جيمس من أعظم لعيبة كرة السلة في العالم، وصل لأعلى قمة احترافيا وكمان ماليا، لكن لما مستواه نزل شوية اشتغل على نفسه. اشتغل على نفسه دي هي دي الرسالة، ازاي اللعيب في قمة احترافه وقمة عطائه وكل حاجة أعلى حاجة عنده، لكن هو حس ان شوية مستواه قل، شوية مستواه قل. أول ما حس ان مستواه قل محدش قال له اعمل ده، مدربه ما كلموش قال له زود من نفسك، بل بالعكس هو اشتغل على نفسه. قدامنا في الصورة فيديو ليه واضح جدا بيشتغل على نفسه في كل حاجة، إذا كانت من اللياقة البدنية، إذا كانت من عناصر كتيرة جدا بيشتغل عليها. ليه؟ علشان يزيد ويزود عليه. زي ما احنا شايفين في بيته، جوه بيته بيشتغل لياقة، بيشتغل جيم، بيشتغل حديد علشان يطلع للقمة الأعلى كمان. هو ما عندوش نهاية لطموحه، ما عندوش نهاية إن هو وصل لأعلى حاجة وبقى من أعظم لعيبة العالم في كرة السلة. بالعكس، هو ممكن يكون شايف نفسه في الوقت ده إن هو قلل شوية، مستوى أقل، أو مش شايف نفسه إن هو أحسن لعيب في العالم. شايف نفسه إن هو لازم يشتغل على نفسه كويس ويتمرن كويس علشان يوصل لقمة مختلفة، قمة أعلى. نتمنى ان كل لاعبتنا زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره، ليبرون جيمس من اعظم اللاعبين، نتمنى لكل اللاعبين عندنا دي حاجه مهمه جدا 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 ان هم يشتغلوا على نفسهم. مش لازم حد يقول لهم اشتغلوا، لا، هو اللي عايز يشتغل، هو اللي عايز يطلع. تخيلوا ان ليبرون جيمس ده كمان 36 سنه، فعندنا بيقولوا اللعيبه دي بتبطل بتخلص، هو لسه بيشتغل على نفسه عشان يطلع لقمة مختلفة. نتمنى ان الطموح والاهداف عند اي لعيب لا تنتهي. مش معنى ان اللعيب لعب مباراة وحشة او مستواه قل ان هو ما يشتغلش على نفسه، لازم يشتغل على نفسه لوحده. يشتغل على نفسه ويدور على حاجات كتيرة جدا يقدر يعملها عشان مستواه يرجع مرة تانية. مش لازم الجمهور يتكلم معاه، مش لازم المدرب يقول له حاجة، مش لازم اللعيبة اللي حواليه. لكن طول ما اللعيب عنده طموح وعنده هدف اكيد هيوصل اللي هو عايزه. دي رسالة كانت مهمة لكل لاعبتنا، لأن حاجة فعلا استوقفتني وأنا بتفرج على دوري NBA في أمريكا. خلينا نروح نبدأ بأخبارنا، وأول خبر تعازينا لأسرة الدكتور عبد العزيز النمر. دكتور عبد العزيز النمر أحد قامات كرة السلة في النادي الأهلي وأحد أبناء النادي الأهلي، توفى. دكتور عبد العزيز النمر كان تقلد مناصب كثيرة جدا في حياته، وهو رئيس قسم الرياضات الجماعية بكلية تربية رياضية، وكمان هو كان رئيس المؤتمر الدولي الاول لعالم الرياضه والطب، والعديد والعديد. لو قعدنا نتكلم مع الدكتور عبد العزيز النمر افتقدناه فعلا، بصفه خاصه اسره كره السله او بصفه عامه الرياضه في مصر، افتقدنا دكتور عبد العزيز النمر. واكيد احنا كبرنامجنا العاب الصلاه هو احد ابناء هذه الالعاب، فاكيد بنتوجه له بالرحمه وندعي له بالرحمه، وبنقول لاهله الصبر والسلوان، ندعو لاهله بالصبر والسلوان. ندخل على اخبار النادي الاهلي وفريق كره السله. فريق كره السله بالنادي الاهلي ما شاء الله عليه بيعتلي ترتيب الدوري دلوقتي في المركز الاول. المركز الاول بعد فوزه على نادي الجزيره. كابتن الخطيب عمل جوله لف في النادي، اتقابل مع فريق كره السله وقعد يتكلم معاهم في حوار مطول، ان هو كله ثقه ان كره السله بخير في النادي الاهلي، وكمان ادى كل الدعم للفرقه في المرحله المقبله عشان يقدروا يتواصلوا للبطولات اللي موجوده وبطوله السوبر الاهم بالنسبه له. وكمان كابتن خطيب كمل رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وكمان قابل فريق 12 و14 سنه باسكت. تخيلوا لما رئيس النادي الاهلي يقابل الاشبال الصغيرين والناشئات الصغيرين. حس الناشئ ان رئيس النادي بيتكلم معاه وبيديله الدعم والسبورت، تخيلوا ده بيطلع شكله ازاي. اكيد دي حاجه كويسه جدا، اكيد الشعور عندهم كان شعور طيب جدا. وفي الاخر خالص اختتم الكابتن الخطيب جولته مع بجلسه مطوله مع كابتن رؤوف عبد القادر للحديث على متطلبات النشاط الرياضي وكل ما يتراءى في الفتره المقبله للنشاط الرياضي عشان يدي كل دعم مجلس الاداره للنشاط الرياضي.
فريق السلة دوري السوبر ما شاء الله عليه ماشيين متربعين على المجموعة زي ما قلت لكم أو على الدوري في دوري السوبر. كسبنا آخر ماتشات كسبناها خلاص، كسبنا نادي الجزيرة 71-64 وتصدرنا في المركز الأول. الدوري ده دوري ترتيبي بس أهميته إن هو في الآخر خالص بيترتب من أول للثامن، الأول بيلاعب الثامن في البلاي أوف من 5 ماتشات، اللي يكسب الثلاثة يعدي ويخش للمرحلة الثانية. ده دوري مهم جدا جدا. الماتش الجاي ماتش مهم جدا بالنسبة لفريق الأهلي، لأن فريق الأهلي هيلاعب نادي سبورتنج بس في اسكندرية. آخر مباراة بين الأهلي وسبورتنج، بين الأهلي وسبورتنج، كان سبورتنج كسب الأهلي في أرض الأهلي. تعالوا نروح ونشوف جدول ترتيب الدوري كرة السلة في اللحظة اللي احنا فيها دي. دوري كرة السلة زي ما احنا شايفين الأهلي بيعتلي قمة المجموعة. الأهلي 10 وفاز في 8 مباريات وخسر مباراتين، ليه 18 بونت. معاه بيشاركوا في نفس المركز أو هو المركز الثاني فرق بنات نادي الجزيرة، 10 لعب 10 ماتشات، فاز في 2 ماتشات وفاز في 8 وخسر 2 وليه 18 بونت. اتحاد اسكندري المركز الثالث ونادي الزمالك المركز الرابع، وكمان السادس السموحة، السابع مصر للتأمين، والثامن طلايع الجيش ب 11 نقطة. زي ما احنا شايفين الجدول قدامنا، الأهلي النهاردة أول الترتيب، لكن الجدول ده بيختلف كل شوية لأن فعلا الأندية في كرة السلة المستوى متقارب جدا 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 بين كرة السلة لكل الأندية. نكمل مع كرة السلة وكابتننا الكبير كابتن مدحت ورده، كابتن مصر وكابتن الاتحاد السكندري، بيدخل الى الرعايه المركزه في مستشفى الاسكندريه، حصل له وعكه. كابتن مدحت ورده نجم كبير في مصر، بنطمن عليه وعرفنا وتواصلنا وعرفنا ان هو الحمد لله الحمد لله قدر خرج ليه غرفه في الوقت الحالي، غرفه عاديه جدا بس لازم يتحط تحت الملاحظه. بنتمنى له الشفاء العاجل، بنتمنى لكابتن مدحت ورده مزيدا من الصحه. وفعلا كابتن مدحت ورده انا واحد من الناس يعني طلعت على ايده في كره السله، بنحاول نتواصل مع ابن كابتن مدحت ورده عشان يطمنا اكتر، لكن ان شاء الله نطمن كلنا وبنطمن كل جماهير مصر على كابتن مدحت ورده ان هو بخير والحمد لله هو موجود دلوقتي تحت الملاحظه بس مش اكتر من كده، وكلها ساعات وان شاء الله يرجع لبيته سالم غانم باذن الله، نتمنى له الشفاء العاجل. دوري اليد او مسابقات كاس مصر في كره اليد، الاتحاد بيعلن ان يوم 17 فبراير هو ميعاد دور ال 32 في مسابقات كاس مصر لكره اليد رجال. كاس مصر الاخير النادي الاهلي هو حامل اللقب. الاهلي هيلاعب في دور ال 32 باذن الله نادي الشمس، بس فين؟ على ملعبه الساعه 6 اتحددت خلاص، طلعوا الماتشات. فالنادي الاهلي ان شاء الله يلعب نادي الشمس، نتمنى له التوفيق باذن الله، لان الدوري دلوقتي متوقف لان كل الانظار بتتجه الى تونس. تونس والبطولة المهمة، البطولة الأفريقية والمؤهلة لإيه؟ لطاقة طوكيو. أكيد دي بطولة مهمة جدا لفريق كرة اليد أو للاتحاد كرة اليد أو للناس المهتمين بكرة اليد، لأن بطولة قوية جدا بتتلعب في تونس. نروح لبطولة أفريقية في تونس، ومنتخب مصر بيكتسح النهاردة الجابون في دور الثمانية وبيصعد للنهائي، لنصف النهائي عفوا، في إن شاء الله ناقص له مباراة واحدة لكن هو صعد رسميا بـ4 نقاط للدور النصف النهائي، هو مع انجولا. كسب الجابون 36-17، الشوط الاولاني خلصان 20-7. كره اليد الفروقات فيها كبيره، يعني المنتخبات لما بتلعب مع منتخبات افريقيه الفرق بعيد. مصر وتونس والجزائر بيتكلموا في حته والباقي كله بيتكلم في مكان تاني، لكن البطوله الافريقيه دي بطوله مهمه للفرق الافريقيه. ليه؟ لان البطوله كاس العالم اللي جايه مصر هي اللي بتنظم، والبطولة دي هياخدوا منها 6 منتخبات يروحوا لبطولة العالم. فأكيد المرة دي كان قبل كده بناخد 3 ومصر كمان بتنظم، يبقى في 7 منتخبات أفريقية. من أصل كام منتخب؟ 16. أول مرة في تاريخ بطولات أفريقيا في كرة اليد يتلعب 16 منتخب يكونوا متواجدين بيلعبوا. ليه؟ لأن هياخدوا منهم 7 منتخبات، لأن هنحسب منتخب مصر إن شاء الله منتخب مصر يتأهل للدور النهائي وإن شاء الله بإذن الله نكسب، لكن الموضوع للفرق الأفريقية أول مرة في حياتهم يكونوا متواجدين داخل أمم أفريقيا، وكمان ممكن يكونوا متواجدين داخل كأس العالم، فأكيد ده شرف ما بعده شرف لكل اللاعبين. فعشان كده الأنظار كلها الأسرة الكرة هذه بتتجه إلى تونس.
منتخب مصر بيضم 4 لاعبين من النادي الاهلي، ابراهيم المصري وعصام الطيار واحمد خيري واحمد عادل. خلينا نروح لجدول الترتيب بعد الدور التمهيدي للبطوله الافريقيه لكره اليد المقامه في تونس. زي ما احنا شايفين المجموعه الاولى مصر بعد 3 مباريات 6 نقاط، الكونغو الديمقراطيه 4 وغينيا 2 وكينيا بلا رصيد من النقاط. منتخب مصر ل 111 هدف وعليه 60 هدف. المجموعه الثانيه انجولا الجابون نيجيريا ليبيا، انجولا 6 نقاط والجابون 3 نيجيريا 2 وليبيا نقطه واحده فقط بالتعادل مع الجابون. المجموعه الثالثه تونس الراس الاخضر الكاميرون كوت ديفوار، في مفاجاه في المجموعه دي ان الراس الاخضر تصعد لدور الثمانيه. الراس الاخضر في كره اليد مش موجوده على الخريطه، لكن الكاميرون تخش تبقى تاني ثالث المجموعه وكوت ديفوار الرابع، والراس الاخضر تكسب ماتشين الكاميرون وكوت ديفوار، اعتقد ان الراس الاخضر بدا يختلف عن الدول الافريقيه وبدا يصعد، بس هيصعد لمرحله مش هيقدر ينافس اعتقد منتخبات زي مصر وتونس والجزائر. المجموعه الرابعه الجزائر المغرب الكونغو برازافيل وزامبيا، الجزائر 6 نقاط والمغرب 4 والكونغو برازافيل 2 وزامبيا لا شيء من النقاط. زي ما احنا شايفين قدامنا المجموعات اتحددت وطلع اول وتاني ووصلنا للدور الرئيسي، والدور الرئيسي ده هياخدوا اول فرقتين من الدور الرئيسي في المجموعتين يلعبوا نصف النهائي. نصف النهائي دي حاجه مهمه جدا لان المباراه دي مصر المفروض عندها مباراه يوم الاربعاء الجاي باذن الله مع انجولا، مباراه مهمه اللي هيكسب يبقى اول المجموعه. الناحيه الثانيه جايه من ناحيه الناحيه المجموعه الثانيه تونس والجزائر، تونس والجزائر زي ما احنا شايفين قدامنا حاجه مهمه جدا احصائيات البطوله. تونس هو اقوى هجوميا 122 هدف، تونس صاحبه الارض صاحبه الجمهور صاحبه كل حاجه، لكن ان شاء الله باذن الله منتخب مصر برضو وزي ما احنا شايفين قدامنا هو الاقوى دفاعيا. كلمه 60 هدف دي يعني فعلا دفاع مصر قوي جدا حتى مهما كان الفرق الافريقيه، لكن اكيد دفاع مصر بيختلف مع المدير الفني الاسباني. نروح لكينيا الاضعف هجوميا 36 هدف، يعني بمعدل كل مباراه 12 هدف حاجه قليله جدا جدا جدا. زامبيا الاضعف دفاعيا 110 هدف زي ما احنا شايفين قدامنا، يعني الموضوع صعب جدا، لكن بقولها لكم بس نكمل مع منتخب مصر. منتخب مصر عنده مهمه قويه جدا، هيبتدي بطوله افريقيا بالنسبه له من يوم الاربعاء، يوم الاربعاء اللي جاي معاه مباراه مع انجولا، بعديها هيروح لي الدور نصف النهائي، في مباراه يوم الاربعاء الجاي تونس والجزائر، اللي هيخسر هيقابل مصر بعد المباراه ان شاء الله هنكسب انجولا. بس عايز اقول تاني واشدد تاني، التحكيم والجمهور والضغط اللي موجود على منتخب مصر ضغط قوي جدا، اللعيبه لازم تكون فاهمه واعتقد ان هم فاهمين كده كويس جدا قبل ما يطلعوا من مصر. مش البطوله مش سهله، لكن نتمنى ان منتخب اليد ما يمشيش زي منتخب الطايره. منتخب الطايره خرج من التصفيات خلاص، خرج من الاولمبياد، لكن منتخب مصر كره اليد ان شاء الله يكون في الميعاد وان شاء الله يقدر يحقق امنيات الشعب المصري باذن الله في بطوله افريقيا ويتاهل لطوكيو 2020، وده شيء مهم جدا باذن الله. هنسيب امم افريقيا وهنروح لامم اوروبا برضه في كره اليد، لان كل البطولات بتلعب في نفس الوقت عشان وحدوا الامور دي كلها عشان اللعيبه المحترفه تقدر تلعب مع منتخباتها في كل البلاد. بطوله امم اوروبا بشكل مختلف، هنا 3 فرق في بطوله امم افريقيا، مصر وتونس في مركز تحتيها الجزائر، نقول كل دول في بوله واحده، لكن أمم أوروبية مختلفة تماما، خروج مدوي غريب يعني هنقعد نتكلم عليه كتير، ونقول إن فرق كبيرة طلعت من الدور التمهيدي، فرق كبيرة بحجم فرق زي فرنسا، فرق كبيرة طلعت، وطلعت منين؟ من التصفيات الأولى، من المجموعة الأولى أو من المجموعات، من دوري المجموعات. لما فرق كبيرة زي فرنسا والدنمارك وروسيا وبولندا يخرجوا من التصفيات في الدور الأول، يبقى الخريطة بتختلف في كرة اليد في أوروبا، وبالذات اللي مخرج فرنسا منتخب البرتغال. منتخب البرتغال منتخب قوي جدا، خلينا نستعرض المجموعات ونقدر نتكلم عليها. زي ما احنا شايفين قدامنا المجموعات، المجموعة الأولى هم 6 مجموعات، دي كانت المرحلة التمهيدية 6 مجموعات. نروح للمجموعة الأولى. المجموعة الأولى كان فيها كرواتيا
اول منتخب، بيلاروسيا الثاني، ومونتينيجرو الثالث. خروج صربيا مفاجاه قويه جدا، ان صربيا تخرج من الدور الاول على ايد بيلاروسيا او مونتينيجرو، كمان تطلع ثالث، ده مفاجاه كبيره جدا بتحصل في امم اوروبا. دي المجموعه الاولى، وطلع منها كرواتيا وبيلاروسيا للمرحله الثانيه. المجموعه الثانيه النمسا، التشيك، ومقدونيا، واوكرانيا. مجموعه برضو النمسا تعتلي قمه الترتيب، اعتقد ده يعني برضو مفاجاه من المفاجات، ان النمسا تكسب ثلاث ماتشات بس. النمسا تلعب على ارضها، البطوله دي بتقام في ثلاث دول، النمسا والسويد والنرويج. يعني اول مره 24 فريق، واول مره ثلاث دول بينظموا مع بعض. نروح المجموعه الثالثه، اسبانيا، المانيا، هولندا، لاتفيا. ترتيب طبيعي جدا ان الفرقتين اسبانيا والمانيا يوصلوا للمرحله اللي بعد كده. نروح للمجموعه الرابعه، نرويج، برتغال، فرنسا، بوسنا. هنقف شويه عند المجموعه دي، وفرنسا بتخرج من المجموعه. فرنسا هنا بتخرج، خسرت البرتغال 3 جوان 28-25، مفاجاه مدويه. النرويج بتكسب برضو فرنسا، بس فرنسا لما يجينا يعني بصراحه شديده، شفت اللعيبه اللي موجوده، منتخب فرنسا بيعد للمرحله الجديده، تقريبا داخل السكواد بتاعه اكتر من 10 لاعبين 20 سنه، 10 لاعبين. هي دايما فرنسا بتاهل فرقها جوه البطولات، ما تبقاش عندها مشكله، بتلعب مباريات رسميه عشان تتاهل في بطولات العالم، لان فرنسا في اخر تقريبا 20 سنه ثلاث اربع بطولات عالم، اثنين اولمبيات، وهلم جرى بطولات اوروبيه، فدي حاجه قويه جدا في منتخب فرنسا. نروح للمجموعه الخامسه، المجر، ايسلندا، والدنمارك بتخرج هي وروسيا. الدنمارك بطل الاولمبيات الاخيره، روسيا بره. نتخيل الدنمارك النهارده بره الاولمبيات خالص كده، الاولمبيات الدنمارك بره الموضوع، هتخش من التصفيات الناحيه الثانيه من تصفيات كاس العالم، لكن كده المجر، ايسلندا، والدنمارك وروسيا اوت من دور الثمانيه. بكده زي ما احنا شايفين قدامنا المجموعات، وخروج مدوي للفرق او المنتخبات الاوروبيه الكبيره، اعتقد الخريطه بتتغير. في اختلاف بين كره اليد في افريقيا، معانا ثلاث منتخبات، لكن هنا منتخبات ثانيه، منتخبات كتيره بتخرج، بولندا كمان بره، فرنسا، فرق كبيره، الدنمارك. انا فعلا مش مستوعب الموضوع اختلف، لكن اللي عاجبني جدا فريق البرتغال. نرجع ورا شويه، منتخب مصر كسب بطوله العالم للناشئين، برضه معاه منتخب البرتغال في دور الاربعه، نفس الكلام في منتخب الشباب، منتخب البرتغال في دور الاربعه. منتخب البرتغال داخل الدور للادوار الاخيره في التصفيات الاوروبيه، هنشوف المنتخب المصري باذن الله، باذن الله بشبابه الواعد اللي هو قدر يكسب ثالث العالم واول العالم باذن الله في المرحله الجايه يكون متواجد على الساحه. هنسيب كره اليد واوروبا وهنسيب كل ده ونروح لكره الطايره في النادي الاهلي. الفريق الاول النهارده اول مباراه دي على صاله هيئه قناه السويس مع نادي هيئه قناه السويس. الفتره اللي فاتت كان كل برضو واقف، كلها تصفيات اوروبيه، عفوا تصفيات افريقيا للمؤهله لبطوله الاولمبيات اللي منتخب مصر خسرها وصعد منها منتخب تونس. منتخب بقياده عفوا النادي الاهلي بقياده كابتن ميدو مصلحي في المرحله اللي فاتت جهز اللعيبه، لان اللعيبه لما بترجع وهي خسرانه بيبقى عندها حاله نفسيه مش مظبوطه، الخساره بتضايق، لكن قدر يلم الشمل مره ثانيه وبيلعب النهارده على هيئه قناه السويس. النادي الاهلي متربع او متفوق او هو رقم واحد في ترتيب جدول الدوري العام لكره الطايره ب 24 نقطه لحد الوقت ده اللي احنا فيه. خلينا نروح لتقرير مع كابتن ميدو مصلحي عشان نشوفه قال ايه قبل المباراه دي، وترجعوا لنا مره ثانيه. احنا السنه دي صعبه جدا للعيبه، المنتخب لسه راجعه، ما اكذبش عليك حالتهم النفسيه محبطه جدا، محبطين لدرجه عاليه جدا، لان خصوصا اللعيبه الكبار عبد الله واحمد والناس الكبار يعني وحسام، نتيجه طبعا الخساره المؤلمه اللي خسرناها من تونس في مصر هنا، وعدم تاهلنا للاولمبياد دي كانت خساره مؤلمه. طبعا انا اجتمعت بيهم وفهمتهم الموسم هيمشي ازاي، وبقى عندنا ان شاء الله النهارده كانت الورقه البطوله العربيه، نزلنا في المجموعه الاولى معانا فرقتين كويسين جدا او ثلاثه كمان،
هنبتدي ان شاء الله يوم 19 البطوله العربيه، اول ماتش لينا. بعد كده ان احنا قبل كده ان شاء الله عندنا بعد بكره ان شاء الله ماتش القناه، وبعدين ماتش الجيش وسبورتنج وزمالك، قبل ما نخوض ان شاء الله المعسكر في السعوديه اللي المجلس تكرم موافق بيه في دعوه نادي الوحده. ان شاء الله المعسكر ده يبقى مثمر. يعني انا اهم حاجه عندي دلوقتي ان احنا نعدي الاسبوعين دول الدوري، ان احنا نبقى ماسكين اول الدوري ان شاء الله من الاول كده. اذا ربنا وفقنا وكسبنا الاربع ماتشات دول هنبقى اول الدوري، نطوي صفحه الدوري ونخش في البطوله العربيه. ان شاء الله ربنا وفقنا. انا الحمد لله واثق جدا في الرجاله اللي معايا والجهاز اللي معايا الحمد لله. بعد كده ان شاء الله نخش على الدوري تاني، الدور التاني اللي بعديه على طول. هنلعب كل يوم جمعه نفس الترتيب الماتشات الاخيره، بعد كده في النص كده هنلعب البطوله الافريقيه ان شاء الله، لسه ما تحددش هي فين بالظبط، بس يشاع او يقال ان هي في تونس، وان شاء الله نرجع نكمل الدوري والكاس. كنت حامل هم قوي اللقاء دوت، وما اكذبش عليك ان انا اتصلت ببعض الاخصائيين او المدربين النفسيين، اثنين من كبار في مصر هنا، كيفيه التعامل مع اللعيبه في الحاله دي. ارشدوني يعني ودلوني على شويه نقط لازم اتكلم فيها، اتكلمت معاهم. بس هي لعيبه الكبار فعلا حزينه جدا جدا على الاخفاق دوت، خصوصا ان هو دي تقريبا الرابع او خامس ماتش نخسره على التوالي من تونس، والبطوله الافريقيه احتمال تبقى في تونس، فالعمليه كانت صعبه قوي. بس الحمد لله انا واثق فيهم جدا فوق ما تتخيل، خصوصا اللعيبه الكبار. ان شاء الله ان احنا نعمل موسم طيب، خصوصا مضغوط قوي يعني ثلاث اشهر تقريبا هيبقوا مضغوطين قوي، بس اتمنى ان احنا نكون عند حسن ظن الجمهور دايما. يعني خلف الفرقه بصراحه بمنتهى الامانه بقى لهم ثلاث سنين يعني داعم اساسي، اتمنى ان هم يفضلوا كده دايما داعم اساسي، خصوصا البطوله هنا في مصر. عايزينكم ورانا وجنبنا على طول، لان انتوا رقم واحد في مصر يعني. ان شاء الله موسم السنه موسم كبير جدا وطويل، لكن طبعا الحمد لله احنا لسه راجعين من المنتخب ما لناش خمس ايام. وطبعا دلوقتي كابتن حسن بدا فتره اعداد صغيره كده خلال الفتره الاسبوعين الجايين دول، عشان خاطر عندنا ماتشات الدوري ان شاء الله من اول يوم الاثنين. وربنا يكرم ان شاء الله الفرقه كلها. طبعا عارفه ان الموسم كبير وموسم طويل، والنادي الاهلي ما بيبقاش اسم على اثنين، هو المركز الاول فقط لا غير. فطبعا ان شاء الله الفرقه كلها قد المسؤوليه، وباذن الله يكون على قد المسؤوليه الكبيره اللي الجمهور مدانا ومجلس الاداره مدانا، وان شاء الله يكون موسم باذن الله تاريخي يعني للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن ميدو اول حاجه عملها قبل ما ينزل التدريب عمل الاجتماع، وده اللي احنا عاملينه النادي الاهلي. خلاص اللي فات فات، احنا بنبص لقدام، والنادي الاهلي ملوش ذنب في اي حاجه تحصل. يعني البطولات اللي جايه دي كلها احنا بره المنتخب بره النادي بقالنا فتره كبيره جدا، والنادي الاهلي ملوش ذنب في حاجه. يعني كل واحد اموره كلها ماشيه كويس، مستحقاته ماشيه كويس، مفيش حاجه متاخره، مجلس الاداره مش مؤثر في اي حاجه بصراحه. فطبعا كل الفرقه عارفه الكلام ده، ان النادي الاهلي ملوش دعوه باي حاجه بره يعني، واحنا يعني مركزين الحمد لله، وخلاص اللي عدى عدى. احنا دلوقتي في المستقبل وفي اللي جاي ان شاء الله، وربنا يكرم باذن الله يعني ان شاء الله الفتره الجايه. يعني جمهور الاهلي لا يعلى عليه طبعا، جمهور كبير، وطبعا هو مدعمنا دايما على طول، بنقول له ان شاء الله باذن الله البطولات الجايه باذن الله اهلاويه، ودعمكم معانا. وطبعا انتم مهمين جدا بالنسبه لنا، عندنا بطوله عربيه خلاص الشهر الجاي في مصر ان شاء الله، مستنيينكم طبعا تيجوا تنورونا وتملوا الاستاد، ان احنا محتاجينكم طبعا. البطوله الجايه دي مهمه جدا، وبقالنا كتير بقالنا فتره كبيره ما دخلناهاش، فمهم بالنسبه لنا ان احنا نرجع تاني لانتصارات البطوله العربيه، ودي طبعا هتبقى مفتاح كبير بالنسبه لنا للبطولات اللي بعد كده ان شاء الله. يعني والله الحمد لله، يمكن النهارده رابع تمرينه للفرقه متكامله، لسه الناس يعني ان شاء الله بعد المنتخب وبتاع، فلسه ادائنا واحده واحده، وعندنا ماتش ان شاء الله بعد بكره مع القناه، هيكون اعداد كويس ان شاء الله للماتش اللي بعد كده مع طلائع الجيش يوم الجمعه ان شاء الله. يمكن كان عندنا اجتماع اول ما اللعيبه رجعت مع الجهاز الفني وكابتن ميدو، فاتكلم في الموضوع ده ان احنا لازم الناس تبدا تفصل، لان احنا ما عندناش وقت ان احنا نزعل على اللي فات. ما فيش وقت غير انت تكمل، عشان عندك ثلاث شهور فيهم اربع بطولات، فلازم الفرقه تبقى في كامل تركيزها، لان احنا محتاجين كل واحد. سواء انت كلاعب المطلوب منك اكتر حاجه ان انت تنفذ اللي بيطلب منك، سواء شغل بدني او شغل فني، تبقى مركز جدا في التمرين، محافظ على جسمك،
خصوصا في الفترات اللي فيها البرد الجامد ده بس. فانت غير كده بتنفذ تعليمات وان شاء الله الموضوع يعني يمشي خطوه بخطوه، كل بطوله بتجيب اللي بعديها ان شاء الله. والله اللي انا اقدر اعودهم بيه طبعا يعني كل حاجه بتاعت ربنا، بس اللي اقدر اعودهم بيه ان الفرقه دي ما بتتخاذلش وبتعمل اقصى ما عندها طول الوقت، وده اللي هيفضل مستمر ان شاء الله ان احنا نحقق ونفرح فرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. زي ما قالوا نجومنا الكبار في كره الطايره هم فعلا دايما مفرحينا، دايما عندهم فريق الطايره في النادي الاهلي فعلا دايما راسم البهجه على قلوبنا كلنا على وشوشنا، فرحانين بيه لان فعلا هم بيتعبوا. لكن كابتن ميدو مصلحي اثار نقطه مهمه، ان العامل النفسي واللعيب راجع خسران بتبقى عنده مشكله كبيره، وبالذات ان اخر خمس مباريات مصر ما كسبتش تونس، فاللعيب راجع متضايق. يقدر طبعا ده ازاي في الوقت القصير ده، دي المشكله. وكمان دخل على بطولات وجاهز كمان البطوله الافريقيه اللي جايه النادي الاهلي هيشترك فيها تكون في تونس، فربنا معاهم كلنا ثقه فيهم زي ما هو بيقول، كلنا دعم وكل جمهور وراكم، وان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه باذن الله دايما زي ما اسعدتونا قبل كده هتسعدونا في المرحله اللي جايه. نكمل مع الطايره ونروح لنجمات الذهب فريق الكره الطايره سيدات اللي بيلعب مقابله دلوقتي حالا او ماتش دلوقتي حالا في النادي الاهلي، بيلعب مع فريق النادي المولين العرب في دوري السيدات. دوري السيدات لكره الطايره 27 بونت ما شاء الله عليه من 9 ماتشات، 3-0 كل الماتشات، مختلفين لكن نتمنى لهم التوفيق دايما ان يكونوا متواجدين، لان برضو نفس الحاله اللي موجوده داخل منتخب الطايره الرجال واللي حصلت للاعيبه الاهلي نفس الكلام في السيدات، لان كمان السيدات اعتقد ان هم اكثر لاعبين 8-9 لاعبات داخل منتخب مصر برضو في البطوله الافريقيه المؤهله لي او التصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 برضو خسرناها في الكاميرون. نفس الكلام الطايره حاله مختلفه، الطايره في مشكله من وجهه نظري، الفرقتين راحوا بامل الصعود الى طوكيو 2020، رجعنا الاثنين بره الموضوع. خلينا نروح تقرير مع نجمتنا ونجومنا وكابتن حمدي الصافي في فريق الكره الطايره سيدات، نشوف قالوا ايه قبل مباراه النهارده، وترجعوا لنا مره ثانيه نخرج لفاصل ونستقبل ضيفنا الكبير في عالم التدريب وعالم الاداره وعالم كبير جدا وابن من ابناء النادي الاهلي دكتور وجيه حمدي. بعد انضمام المجموعه اللعيبه الدوليه كان معانا مجموعه اللي هم مش في المنتخب ومجموعه الشابات والناشئات، كنا همنا ان احنا يبقى الاستعداد بتاعنا، لان فتره التوقف شهرين كبيره جدا، كان لازم المجموعه اللي معانا تشتغل كويس جدا بحيث لما يجي مجموعه المنتخب ما يبقاش في فرق حتى في الناحيه البدنيه او الفنيه او الجاهزيه للماتشات. الحمد لله الفتره اللي فاتت احنا كنا جاهزين كويس قوي، جهزنا المجموعه اللي معانا ماتشات وتدريبات ومهارات وكل حاجه، كانت فتره اعداد كويسه جدا لينا يعني. طبعا بعد انضمام اللعيبه الدوليه احنا دلوقتي بنستكشف مدى جاهزيتهم للماتشات، لان طبعا انت عارف بعد بطوله بيحصل نزول في الكيرف شويه، فاحنا بنحاول ان احنا نجهزهم بحيث عندنا الفتره الجايه كذا مباراه قويه هتبقى عامل مهم جدا في حسم بطوله الدوري المبكره لينا. احنا شغالين كويس مع كل المجموعه الحمد لله، عندنا مجموعه دلوقتي الاختيارات كمان هتبقى اكتر لان المجموعه اللي كانت معانا اشتغلت والمجموعه اللي جايه جاهزه من المنتخب، ففي اختيارات كتيره هتبقى موجوده باذن الله. احنا الفتره اللي فاتت كنا شغالين فردي اكتر، عملنا مباريات وديه للمجموعه اللي معانا بحيث يبقوا جاهزين برده في فورمه الماتشات، بالاضافه للمجموعه اللي هي بتاعه المنتخب، هيحصل انسجام في الفتره دي ان شاء الله باذن الله وكله يبقى جاهز للماتشات الجايه باذن الله. رساله توجهها لجماهير النادي الاهلي اللي منتظر منكم بطولات زي ما عودتونا دايما في كل موسم. والله احنا بنقول لهم احنا مقدرين وقفتكم معانا وان انتم بتشجعونا على طول، وباذن الله احنا جاهزين وبنشتغل كويس جدا ومجهود عالي جدا ان شاء الله باذن الله، وبنوعدكم ان شاء الله باذن الله ان احنا هنحاول باقدر قدر ممكن وباكبر مجهود ممكن ان احنا نحقق نفس البطولات اللي حققناها المره اللي فاتت ان شاء الله. احنا الفتره اللي جايه عندنا ماتشين متاجلين من الدور الاول، مقاولين والزمالك، طبعا ماتش الزمالك مهم جدا بالنسبه لنا. الفريق يعني احنا الحمد لله جاهزين، والفتره اللي جايه دي يعني بنحاول نجهز على قد ما نقدر عشان في ماتش قوي، وهنحاول نعسكر كمان قبليها، بس يعني لا احنا بنطمنكم وان شاء الله خير، يعني ان شاء الله هنكسب. يعني احنا بعد المجموعه اللي كانت في المنتخب رجعت،
طبعا الفريق بقى بيكتمل ويبدا بقى كله يشتغل مع بعضه وتمارين تبقى كامله وكده، فطبعا ده بيقوي الفريق اكتر. يعني الفتره اللي جايه محتاجه تركيز قوي، ما ينفعش خالص فيها اي دلع او غيابات او الفتره اللي جايه دي خالص. محتاجين نركز في الجيم طبعا برضو، عشان الفتره الجايه محتاجين نقلل الحمل شويه عشان الماتش قوي، وفي الملعب كمان محتاجين نتعود على بعض اكتر عشان بقى لنا فتره في المنتخب وجايين بس اسبوع قبل الماتش، فطبعا لا احنا يعني بنحاول نركز يعني على طول. في عدد كبير قوي مننا كنا في المنتخب لسه راجعين، ما بقالناش 3 ايام بس، كنا كده كده معسكرين معسكرات بره مصر وعسكرنا كتير قوي، بقالنا شهرين عشان البطوله اللي كانت عندنا. الباقي كانوا ما وقفوش هنا خالص، بالعكس كانوا عاملين فتره اعداد من الاول تاني في الشهرين دول. فاه احنا ان شاء الله جاهزين للماتشات، الماتشين بالذات اللي فاضلين لنا. يعني المفروض ان الماتشين دول تكمله الدور الاولاني اللي احنا مخلصناهوش، فان احنا لازم نكمل على اللي احنا وقفنا له. احنا كنا ناهيين الدوري بشكل حلو جدا، فان احنا لازم نكمل على الكلام ده وما نقفش، بالذات ان احنا اخر ماتش ماتش الزمالك ده اهم ماتش في الدوري. احنا بنوعدهم ان شاء الله السنه دي بالثلاثيه، ومستنيين دعمهم طبعا وتشجيعهم لينا. بعد الفاصل وحوار شيق وممتع، تمنيته وانا في حياتي تمنيت ان اعمل الحوار ده فعلا. لما اشتغلت مذيع تمنيت ان اعمل الحوار ده مع قامه كبيره في الرياضه، قامه كبيره داخل جدران النادي الاهلي، هو المدير الفني الاسبق للنادي الاهلي للكره الطايره، وكمان عميد كليه التربيه الرياضيه الاسبق، حد كبير جدا، حد عزيز عليا جدا شخصيا. معانا الدكتور وجيه حمدي احد ابناء النادي الاهلي. دكتور وجيه منورنا ومشرفنا. اهلا خالد، انا الشرف ليا والسعاده ان اتقابل مع احد اعمده الرياضه بصفه عامه وكره اليد بصفه خاصه، ربنا الجيل الذهبي والعصر الذهبي، ابطال العالم للشباب، فده شيء شرف ليا اني اكون في استضافه سيادتك ان شاء الله. ربنا يكرمك يا دكتور، بس الحديث دايما بيكون حضرتك جوه الرياضه. نعم. عايز ابدا بهذا الحديث، عايزين نعرف كل جمهور النادي الاهلي دكتور وجيه حمدي دخل امتى النادي الاهلي؟ لعب كره طايره ليه؟ ايه اللي حصل؟ خلينا نتكلم على التاريخ شويه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا بشكر سيادتك على الاستضافه وعلى التعزيه لاسره المرحوم المغفور له استاذ الدكتور عبد العزيز النمر، استاذنا الكبير رحمه الله عليه، زميل وصديق واعطى الكثير للنادي الاهلي، دي حقيقه، وتخرج على ايده كثير من الرياضيين والابطال، فله كل التعزيه ان شاء الله. نتمنى له الرحمه والمغفره ولاهل صبر السلوان يا رب. واسمح لي اضيف برضك شخصيه صدر. كانت عظيمه جدا عندنا، مش عارف خدت حقها ولا لا، اتفضل يا دكتور، الكابتن هشام سيد يوسف. تمام. بطل النادي الاهلي في الوزن العالي ومدرب نادي في العاب القوى. طبعا. بردك منذ يومين او ثلاث ايام كانت الوفيه بتاعته، فبتقدم نيابه عن الزملاء والاصدقاء وقناه النادي الاهلي كل الرياضيين، لانه ابن من ابناء النادي طبعاً. الاهلي حاجه جميله ورجل خلوق، فرحمه الله على الجميع ان شاء الله رب العالمين. امين يا رب. طبعا كان المعتاد ان كل واحد كان يتمنى يدخل النادي الاهلي، بحلمنا بالكوره انك تبقى لعيب كوره في النادي. لعيب كوره كويس انت ولا؟ انا بصراحة يمكن لو كنت كملت في الكوره كان زمان دلوقتي من الاعلام الموجودين في كره القدم، لان كان كابتن توفيق كان يستغلني في احدى السفريات في اوروبا مثلا. اتذكر في هولندا كنت بقلد اللعيبه، محسن صالح حط الكوره على دماغه مثلا من ورا، فبجذب الجمهور المشاهدين عشان يشجع الفريق. قبل مباراته في هولندا كان في بطوله دوليه هناك، وكل اللي انت بتشوف حركات الحديثه دي كنت بعملها زمان زمان بقى، لكن الفولي كان له الاغلبيه عندي العظمى. فطبعا دخلت فرق الناشئين 16 سنه مع جيل من الاجيال. بصراحه يا دكتور اشمعنى اخترت الفولي؟ يعني اشمعنى الفولي بالذات؟ والله شوف، هو عشان خاطر اللعبه راقيه جدا جدا، عدم وجود الاحتكاك برضه بيؤثر فيها. جميع لعيبه الفولي بول من اللعيبه اللي يمتازوا بالناحيه الاخلاقيه والعلميه والاكاديميه، مهمه الناس دكتور في الرياضه جدا، بتفرق كتير قوي قوي يا كابتن، بتفرق في الرياضه رائع طبعا. انا بعتبر بصفه عامه، انا بعتبر ان الكره الطايره، حتى نايل المعادله دي في كل محاضراتي، الكره الطايره للاذكياء فقط. انا من خلال الخمس العاب الجماعيه، سله طايره يد كره هوكي، عايزين نشوف تاثير تدريب واللعب على اللاعبين في الذكاء بتاعه. الكرة الطايرة الوحيدة اللي بتاخد القرار في جزء من الثانية، ما عندناش تحضير، ما عندناش مسك الكرة، الوقوف على الكرة،
فاللعبه سريعه جدا والكره اسرع من سرعه رد فعل اللاعب. فبالتالي اللاعب اللي بيلعب طايره حقيقي لازم يكون عنده قدره عاليه جدا على التركيز، قدره على اتخاذ القرار في جزء من الثانيه، يبقى عنده قدره على التوقع لان لعبه سريعه والملعب صغير ومع ذلك بتبقى تخرج خارج الملعب. فانا بقول ان الكره الطايره الممارس للكره الطايره مش اي لاعب يلعب كره طايره، لانها لعبه تمتاز بالفنيات العاليه قوي اللي كلها سنس واحساس. الكره الدبل والريست عايز واحد عنده سنس واحساس طبعا، فلازم يكون قدراته العقليه عاليه اولا، وده من اسس الاختيار في المبتدئين او الناشئين. دي اهم حاجه عند حضرتك ان احنا نختار وننتقي في الكره الطايره بالذات بالشكل ده. نعم ده الاساس. نكمل حاجه في التاريخ شويه ان شاء الله. 16 سنه وبدات 16 سنه دي الكابتن ايهاب فخر الدين، كان الكابتن ابراهيم والكابتن فؤاد عبد السلام، انا بقى جيل نور عطيه، احمد زكريا، رينج الوال، كابتن رينج، طبعا احمد الشاموتي، خالد الشاموتي. تقيل قوي يا دكتور. قوي بصراحة. بس طبعا كان قدامنا العملاق العظيم الكابتن محمود فرج. طبعا محمود فرج ده يعني انا كان بالنسبه لي ساعتها وانا فريق الناشئين كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، عشان كده بمجرد ما بتعينت معيد انا بمرن في النادي الاهلي وانا عندي 18 سنه. 18 سنه مرنت فرقه وانا عندي 18 سنه. حاج علي رفاعي رحمه الله عليه كان عليه. مسافر سافرت 14 سنه فانا مرنتها. عشقت التدريب بعد ما دخلت كليه التربيه الرياضيه، وعرفت ان احنا كنا بعاد قوي عن التدريب. يعني كان في بعض الاسئله داخلي لما دخلت التربيه الرياضيه ودرست العلم بقى وطبقته على نفسي وعلى التدريب لقيت في فجوه كبيره قوي. في فجوه كبيره جدا. خلينا نروح للناحيه بقى التاريخ بتاع دكتور وجيه، يعني تقريبا متواجد جوه النادي الاهلي، خلينا نروح لحته العلم والتدريب. في صراع دائما وابدا بين المدربين اللي هم متعلمين ناحيه فنيه، متعلمين تدريب في الملعب، وبين الناحيه الاكاديميه. لازم الاثنين يكونوا متصلين مع بعض عشان نطلع حاجه كويسه طبعًا. ولا بيختلفوا عن بعض بصراحه؟ اي موهبه بتثقل بايه؟ بالعلم. بالعلم. اي موهبه، اي لعيب، اي مدرب عايز يعمل نتائج ويصنع الفارق بالعلم. هذا حضرتك بس مثل واحد صغير جدا. اتفضل. في عندنا معادله التدريب هو عمليه فسيولوجيه. مظبوط. فعندنا معادله بتقول 220 ناقص العمر. يعني 220 ده عدد ثابت. كويس. انا عندي 20 سنه سي. 220 ناقص 20 ده يساوي 200. 200 ايه بقى؟ ده الحد الاقصى للتنفس او النبض بتاع اللاعب. يعني لو جبت لعيب ومرنته ودخلته الملعب هو لسه جاي من راحه. عمل تمرين النبض بتاعه وصل الى 205. يحصل له هذا اللاعب؟ يموت. طب لو 200 يموت. لان هي الحد الاقصى بتاعه الماكسيمم. انا كمدرب ما اعرفش المعلومه دي واقول لعيب اجري 10 لفات بناء على ايه؟ من غير ما اقيس. القياسات دي مهمه جدا في الرياضه. الشيء اللي ما تقدرش تقيسه ما تقدرش تديره. فبالتالي العلم يتحكم في كل ده. دلوقتي انا بقول احنا الفجوه كبيره ليه؟ الارقام القياسيه اللي بتتحطم دلوقتي بتيجي من خلال العلم. النموذج الجيد دلوقتي بقت فيه صناعه، يعني صناعه البطل دي صناعه، هات لي خامه جيده وفيها ديفوهات مثلا. من خلال العلم صلح لك كل هذه الاشياء وتخليها على السلم النجوميه. فده العلم طبعا اساسي. عشان كده بقول للمدربين اقرا كثير جدا، تاهل، روح عايش، يعني عايش الدول الاوروبيه، اتعايش. مهم قوي اسلوب المعايشه سواء للمدرب او للاعب، يصل الى اعلى مستوى من الامكانيات الخاصه لتاهيل اللاعبين. وطبعا على المقام ده كله في بادئ الامر الاعداد البدني الذي له التأثير. طبعا اعداد بدني انك تنمي اهم ثلاث صفات بدنيه عند اللاعبين. تحمل الدوري التنافسي. كثير من اللاعبين كانوا يستطيع يلعب شوط واحد بس ما عندوش تحمل. كره القدم باين، لكن اللي عنده تحمل دوري طبعا كتير قوي. بايه بقى؟ بكفاءه عاليه، يعني مش كمان ساعتين وخلاص بيجري. لا، بكفاءه عاليه، القوه والسرعه، ثلاث صفات بدنيه اذا ما تنموش صح. وده اللي بيعانوا مثلا يمكن الكابتن محمد مصلحه يعاني جدا من رجوع اللاعبين بعد الاخفاق بتاع التاول الاولمبياد. ازاي يعرف يرجعهم لحالتهم؟ ان شاء الله نتكلم عليه بس لما يجي. هنتكلم وقت. عليه طبعا. لكن هتاخدني بص انت قلبتني الحلقه طبعا. يعني رحيف في اتجاه اخفاق. لكن خلينا نتكلم برضو من وجهه نظري في عشوائيه في التدريب، مش في الكره الطايره، بتكلم في المجال الرياضي. نعم. بالذات في السن الصغير، مع ان حضرتك السن الصغير قلت لازم نهتم بيه ونشغله بشكل مختلف. يعني نجابه ده ازاي يا دكتور؟ اولا يعني انا بشكر النادي الاهلي في الاونه الاخيره، مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب شكلوا لجنه، كابتن رفعت عبد القادر مدير نشاط رياضي، لجنه اكتشاف المواهب ورعايته.
مهم جدا العاب الصالات مهم جدا. مش عايز اقول لحضرتك كابتن خالد اول الناس اللي تم اختيارهم بعنايه فائقه في كره السله مثلا كابتن طاهر رجب كابتن سلعاب اعداد والضرب والتفاهم والكيمياء والفنتات اللي بتحصل اذا ده شغل جماعي. هل احتراف يفرق مع الفرق الافريقيه اكتر من بنات مصر؟ ما عندناش محترفات في الكره الطايره طبعا، لكن هم بيخرجوا البنات عندهم او السيدات بيحترفوا في سن صغير. الكاميرون الكاميرون سبع لاعبات موجودين في فرنسا، سبع لاعبات وسبع لاعبات بيلعبوا اساسي في فرنسا. الكينيا فيهم اثنين ثلاثه. انت ما عندكش غير لعيبه بتلعب في دوري جامعات اللي هي ندى معوض ندى معوض ونوره معوض دوري جامعات في اليو اس اي. لحقتهم كلاعبه صغيره برضك نور ياسين من اللاعبات الواعدين جدا يعني قويه جدا ما شاء جدا الله ورائعه واختها الصغيره ايات يعني كمان بتتحدى وبتبقى افضل منها. فعندنا بس طبعا انت عارف العادات والتقاليد للاسره المصريه صعب ان تسيب لعيب عندك يعني اي شامي جاء احتراف كثير جدا في فرنسا لا مرتبطه بالنادي مرتبطه باصدقائها باسرتها بابوها بامها فالثقافه دي لسه مش عندنا. عندما تتواجد هذه الثقافه هتعمل طفره كبيره قوي في اللاعبات المصريات. خلينا يا دكتور نريح ونخلص السيدات كده تقريبا وهنرجع بعد الفاصل نتكلم على المدير الفني الاجنبي والمصري ومنتخب مصر للرجال وايه اللي حصل في جوه مصر في بطولة افريقيا لكرة الطائرة ان شاء الله. نخرج لفاصل وتستنونا لان بعد الفاصل هنتكلم في حديث مهم اخر مع الدكتور وجيه حمد. اهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من حلقه العاب الصالات والحوار الشيق والممتع واستكماله مع الدكتور وجيه حمدي. هنتكلم على منتخب الرجال، منتخب الطايره الرجال والاخفاق في منتخب الطايره الرجال. اخفاق كان اكثر تاثيرا على الناس من منتخب السيدات. نعم. ناس كثيره زعلت. عندنا نجوم كبار يعني يتربع على راسهم الكابتن عبد الله عبد السلام وكابتن احمد صلاح وكابتن محمد عادل، يعني كلهم نجوم. ما كناش عندنا اللي احنا نقدر نخسر في مصر. نعم. ايه اللي حصل يا دكتور؟ اولا دعيني بس اثبت موقف معين ان احمد صلاح احسن لاعب في العالم. كان وما زال وسوف يظل. حقيقي بجد اقوى دار. سيظل اسمه داخل تاريخ كرة الطائرة في العالم. عبد الله عبد السلام نوعية خاصة جدا فريدة من نوعها. هذا الطول بوجود مهارات الهجوم الضرب وحائط الصد والارسال مش موجوده في اي بصير في العالم غير في عبد الله عبد السلام ما شاء الله. عندك اطول لاعب في العالم عبد الحليم عبو 2 متر 15 حاجه تخوف زيه زي اللاعب الروسي كازارينسكي مثلا. عندك اعلى جامب في العالم تقريبا احمد سعيد ما شاء الله. شوف المقاومات عندك قد ايه نجوم كبار جدا. لا حقيقي محمد عادل لعيب اوروبي بامكانياته الجسمانيه يعني كل المقاومات عندك وانا بشكر هذه اللعيبه هؤلاء اللاعبين على راسهم احمد صلاح وعبد الله عبد السلام اللي هم رمز من الرموز. اي اخفاق لا يمكن ابدا تشيل اي حد من اللعيبه النهائي. المشكله فيها يا كابتن خالد هذا الاخفاق جه من ايه؟ حضرتك لسه بتقول في المقدمه بتاعت سيادتك ان بعد كل بطوله بيحصل ايه؟ الكيرف بينزل. مظبوط. تخيل قعدنا ثلاث بطولات بطولة أفريقية في تونس إخفاق تمام طلعنا الرابع. يمكن كان عبد الله عبد السلام مش موجود كان مصاب بتعالج كان مصاب كان موجود في مصر. رحنا المغرب بطولة الألعاب الأفريقية في المغرب خدنا إيه؟ الثالث. رحنا اليابان 11 تقريبا 11 مباراة في اليابان بنلعبهم في 15 يوم 10 خدنا كسبنا ماتشين كسبنا ايران واستراليا ايران اللي كسبناه لسه مخلصها بطوله فهي جايه في الديت اوف بتاعها في الكيرف بتاعها بس الناس. خلصت فوقينا طبعا. ما خسرناش غير خسرنا من تونس خسرنا تونس القاعده مركزه معاك ادي ثلاث بطولات ورا بعض متتاليه علاوه على الدوري اللي بيلعبوا اللعيبه عندك فاللعيبه راحه تلعب سافروا معسكر خارجي في ماتشات مش على قد المستوى وده بحملها للمدرب الاجنبي يعني ان هو واخدهم. سافروا قبليها فين؟ معسكر في الصين. الصين طالباك لانك ليك اسم وعايزاك تعمل ماتشات هناك عشان هي بتتدرب فسافرت الصين. انا لو جاهز للبطوله دي عشان اكسبها كان لازم اعمل الكيرفات بتاعتي ان اعلى الاحمال اعلى قمه لاي فرقه في الموسم كم قمه؟ اعلى قمه ثلاثه
تمام. دوري وكاس وسوبر ده اخر الموضوع. ما ينفعش اعمل خمس سبع دلوقتي ثلاث بطولات بجانب بطوله الدوري والكاس اللي بيلعبها واليابان وافريقيا اللي جايه العربيه. فانت داخل اللعيبه لو تتفرج على شكلهم. انا في ماتش الجزائر جات لي صوره وانا قاعد حزين بعد ما الجزائر خد مننا شوط توقعت الهزيمه من تونس وطبعا خبيتها جوايا. اللعيبه تعبانه. لما لعيب زي عبد الله عبد السلام يغلط مثلا في كوره او يدخل في لعيب بتاعه يدخلوا في بعض اللعيبه يدخلوا على اذا هم مش جاهزين. الحاله النفسيه اثناء المباراه في السير والواجبات للمساعد المدرب والعلاج الطبيعي والطبيب واللعيبه قاعده في الصندوق بتسخن بره. لا المنظر كان مش طبيعي. الناس اللعيبه مجهده تعبانه جدا مش في الفورمه بتاعتها. فانا ما اقدرش الوم اللعيبه لان احنا اللي بنوصلهم لهذه الحاله. فللاسف كان لازم يكون في استشفاء عالي جدا وده اللي بوجهه للنادي الاهلي. فريق مش نفس. لا لعيبه كبيره دي ربنا يكون في عون كابتن ميدو. اه طبعا صراحه لا لا يعني ميدو انت خليتني اقول ربنا يعوض فعلا بيمر بازمه صعب جدا اعاده الثقه للاعبين وده ترجع بسرعه. المشكله الكبرى ان مفيش فتره مفيش انسجام. الجيل عارف جيل فوق ال 30 واولاد اوائل العشرينات يعني 23 سنه و24 سنه و25 سنه وفي ناس 36 37 سنه طبعا ده ما جوش مع بعض. انت متخيل في فجوه كبيره قوي عشان تدخل اللعيب واحده واحده. اللعيب عنده 21 سنه بيخش بقى نجم بصراحه وبيلعب اساسي بصراحه عبد الرحمن سعودي مثلا بستهلكه وهو صغير. ما بعرفش ادخله واحده واحده شوط مباراه بتاع وهكذا. لان عندك لعيبه كلها قاعده في منتخب مصر بتلعب لمنتخب مصر طبعًا. فكابتن ميدو مضطر ان هو يخلي اللعيبه الثانيه وهكذا ومرنهم ودي مرس. لكن انا ما اقدرش استغنى عبد الحليم في الاختيارات حتى لو مصاب يخوف تغييره مهمه جدا جوه الملعب. طبعا المدير الفني الاجنبي والمدير الفني الوطني حاله بتحصل. بمعنى انطوني جاكوب اللي كان موجود عندنا الراجل درس منتخب مصر مرنه سنتين لعب على الحته دي. المدير الفني اللي كان المتهاجم بتاعنا جيدو اعتقد فورمالين جيدو مالوش بصمه جوه ارض الملعب بالظبط. الاختلاف بين المدير الفني الاجنبي بصراحه والمدير الفني الوطني وهقول لحضرتك انا رايي في الاخر. المدرب الوطني شاعر باللعيبه وحافظهم وعارف المفاتيح كلها معاه. المدرب الاجنبي عاوز يستوعب دي عايز فتره طويله. من الاسباب اخفاق الفريق معامله المدير الفني الاجنبي للاعبين. انت عارف طبعا سيادتك نجم وعارف ان اللعيبه النجوم ليها معامله خاصه. طبعا. كابتن فريق ليه معامله خاصه. طبعا. ما اقدرش اصغره او احرجه قدام اللعيب مثلا يعني بدي امثله. فدي هو ما عرفش يلعب على الوتر دوت. جاي وكان ضامن التاهيل دليل على كده احنا جبنا البطوله مصر. كان في منافسه ما بين الكاميرون وتونس ومصر. اتدفعت الاشتراك للاتحاد الافريقي وخدنا البطوله في مصر. ده دليل ان انت هتكسب البطوله عندك. اتاهلنا اخر الاولمبيات من الكونغو حقيقي طبعا وكسبنا. رحت ريو دي جانيرو وكسبت كوبا هناك بالظبط في اقل الامكانيات اللي موجوده وكانت فرصه لانك اربع سنين اللي جايه عجاف. ولكن يا كابتن خالد للاسف دعني بس افكر الناس اتفضل بالفيلم او السيناريو. بتروح تعمل اخفاق في الاولمبياد تقول ايه هتكون لجنه واسباب الاخفاق ايه والكلام. انا مش عايز ارجع للكلام ده تاني. مش عايزين لجنه. احنا لازم نرجع اربع سنين نعدي فيهم الفريق صح. ما اجيش قبل البطوله بشهر او بشهرين او بثلاث شهور اعمل اعداد للفريق بالسرعه دي. جاكوب عمل ايه؟ ما اشتركش ما راحش المغرب في بطوله الالعاب ما راحش عشان كرفاته ممكن عشان هو عايز يشوف حاجه معينه. اشترك في بطوله اليابان كاس العالم في اليابان باقل امكانيات. احنا كنا راسمين في الماتشات بتاعتنا على الولد حمزه الاسمر بتاع تونس اللي كان مكسر الدنيا. حمزه نقه اللي كسبنا واحد تاني خالص ما لعبش خالص ما لعبش غير بس ارسالات يخبلش الجيم. والله يا دكتور انا بحلف لك بالله قالوا لي على اسم الراجل ده حمزه نقه قالوا لي اتفرج على اسطوره. انا هتفرج على الماتش عايز اجيب اللعيب. ما لعبش نزل ولد مواليد 96 بنتيرا دوت هو اللي كسب الفرقه بس حافظينك بقى. بس الفرقه فعلا تعبانه. دي مش فرقه النجم الاوحد. لا لا في تونس لا خالص. عندهم ولد حسني كرموزي دوت 38 سنه اكبر لعيب. ده كوتش قاعد بره بينزل في الوقت المناسب بيلعب 40 سنه تخيل. بس ده اللي كان بيشوط ارسالات نزله مخصوص طبعا او بتاع الارسالات تخيل بقى. وايه عمل يعني انت 24 22 شوط الاول وبتخسره 29 27 عمل معاك الفارق. الفرقه بتقع بعديه مباشره نفسيا ما تعرفش تلمي نفسك. ما عندناش البديل الكفء. ليه الدعم عندنا في المدربين بالذات وهكلمك بالذات في الحته دي
مش من سبورت المدرب المصري. عندنا كابتن ميدو مصالح، مش عايز اقول عشان احنا ده، عندنا كابتن حسن حسن لا جيب رابع العالم، عندنا عندنا ولادنا لو اديناهم امكانيات هيحققوا. ليه ما بنعملش ده؟ ليه بنخاف؟ ولا عشان نرمي على مدير فني اجنبي؟ انت قلت كلمتي انا. قلت يا جماعه 10 لعيبه من النادي الاهلي يبقى بين المدرب بتاع المنتخب محمد مصالح طبعا، وكان لسه جاي معاهم من كاس عالم في بلغاريا، كان عامل ماتشات كويسه قوي رائع، ومحمد الوحيد اللي هو قريب منهم قوي. اللعيبه بتحب محمد مصالح، هتكسب عشان خاطر محمد مثلا لعبه معاه طبعا، وكمان اتمرن. فانا قلت يا جماعه محمد مصالح، وفي البنات مين؟ كابتن حمدي الصف. مفيش غيرهم. اكتر نسبه عندك، واللعيبه بجد عارف المدرب وحافظينهم وبيناموا امتى والاخر. فدي مهمه جدا. المدرب المصري او العربي او المواطن سميه زي ما عايز تسميه له تواجد. تخيل لو كنا جينا من اليابان وادينا المسؤوليه لمحمد مصالح، انا شايف ان كانت نجاح بصراحه، كنا كسبنا بصراحه. شايف ان المدير الفني بيعرف او الراجل المصري بيتعامل نفس اللغه، بيبقى فاهم اللعيب ده بينام ازاي، بيصحى ازاي، بيتعامل نفسيا مع اللعيب اكثر كثيرا من المدير الفني الاجنبي. انت حضرتك بتنام ازاي؟ عندك كام لعيب في مصر بينام الساعه 9 بالليل؟ ولا واحد. لا مفيش. تدمير الاجهزه الحيويه للعيب، السهر وعدم التغذيه الصحيحه. عشان الفورم الرياضيه دي تخيل اللاعب مشغول مهموم طبعا، تفكر في اسرته. المدير الفني المصري يطلع لعيب من طبعا، هو دي بقى المدير. انا قصدي على الحته هي الحته دي النقطه. يعني النهارده مثلا وانا بتفرج على التقرير بتاع سيادتك، طبعا بندعي للشفاء لوالده عبد الله عبد السلام. حادث سير على الطريق اكيد، فبرضه دي مش هتاثر فيه. الوحيد اللي ممكن يطلعه اللعيبه والمدرب صح، فندعو لها بالشفاء طبعا العاجل والده عبد الله عبد السلام، يعني ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله باذن الله. فالمدرب المصري، لا مدرب مصري بيفهم في كل حاجه. المدرب المصري فعلا حالات اعداد، عارف بيتمرن ما بيتمرن. في لعيبه عندك ما بتحبش تمرين الصبح ودي وجبه رئيسيه، بيعرف يعوضها له ازاي. هو عارف ماشي هسيبك الصبح بس بالليل هتعمل، هتيجي بدري ساعه هتعمل كذا كذا كذا. الاجنبي ما يحسهاش. الاجنبي متسسم على نظام مش بتاعنا، البيئه المحيطه الانفايرمنت اللي حواليه مش هي دي. فده عشان كده ساحر المدرب المصري، ساحر عارف المفاتيح بتاعه اللاعبين ازاي. هو بس ينقصه يبقى عارف الكيرفات والاحمال التدريبيه، نديها له هي دي بس، نديها له فقط لا غير. عندنا اساتذه كبار وعندنا علم كبير في مصر، هو ده نقدر نسبورت القصه وهذا ما يصنع الفارق يا كابتن خالد. هو ده اللي بيصنع الفارق فعلا. خلي بالك احنا نسينا بطولات اخرى. يعني الله يكون في عون محمد مصالح، ليه بطوله عربيه اللي جايه هيعمل ايه؟ بطوله عربيه، دوري، بطوله افريقيه، افريقيه وبطوله للانديه. سبع بطولات في سنه واحده او ثمان بطولات، مطالب بكل البطولات واللعيب ما بياخدش راحه. بياخد راحه ازاي؟ راحه ايجابيه ولا راحه انتقاليه بياخدها بيريح فيها؟ فدي كلها يعني المدرب المصري. ليه المنافسه محصوره بين مصر وتونس؟ ما عندناش فرق ثانيه، منتخبات اخرى، مصر وتونس، مصر وتونس هاندبول والباسكت شويه بعيد، لكن نتكلم على ليه المنافسه محصوره بين مصر وتونس؟ بيحترفوا بره، توانسه كلهم بيحترفوا بره، كلهم اغلبيتهم المدرسه بتاعتهم اوروبيه كلها في التدريب، كل مدربينهم اجانب. على فكره جاكوب ما صنعش الفارق مع فريق تونس. لو تشوف تعامل اللعيبه مع جاكوب تعامل عامل ازاي، بس هو اللعيبه ما الذي صنع الفارق خالص، اللي صنع الفارق اللي هو الراحات اللي انا قلت عليها. التونس مركزه، عارف هتكسب مصر ازاي بالراحات اللي عملتها، بعدم انت لو عندك فريق بتيم الاتحاد المصري، انت لو عندك اتحاد اساسا كان نظم العمليه دي، كنت بعت تونس فرقه ثانيه. سوري المغرب، المغرب البتيم بتاعك منتخب كان كسبان رابع عالم، لو سافر حسن الحصري بالفريق بتاعه كان خد نفس المستوى يمكن احسن كمان، يبقى بتعدي جيل كان هيديله تارجت مختلف. اللعيب عايز يموت نفسه طبعا، ده مش عايز اقول لك تارجت عامل ازاي. لو انا رحت معاهم كرئيس بعثه للاردن، الاولاد عندهم طموح عالي جدا، طموح عالي عالي فعلا يعني. كنت سفرتهم معاهم اثنين ثلاثه من الكبار، ده انت عندك لعيب خسرته اسمه احمد قطب. قطب ده لعيب يعني ما شاء الله عليه، ربنا يعني يشفيه ويعافيه. هو محمد عبد المنعم النهارده اللعيبه في مصر كان عندنا نجوم، احمد صلاح ما شاء الله احترف واعظم لعيب في العالم واحسن ضارب وقصه كبيره. ليه مش شايفين في العصر الحالي زي عبد الله عبد السلام واحمد صلاح ناس بتحترف؟ هل عشان عقود مصر بقت خلاص بقت موفيه الغرض؟ نعم. ولا اللعيب ما عادش عنده طموح ولا ايه بالظبط؟ اللعيب موظف طالما عايش هنا بيدرس بيروح الكليه وبيلعب في شركه وبيلعب في الجيش وبيلعب في النادي وبياخد من هنا ومن هنا، ما عندناش احتراف. الاحترافيه توصلك لكده. التفرغ حاجه مهمه طبعا، مهمه ده، مهمه احتراف
احترافيه، هي دي. عبد الله عبد السلام انا شفت نادي فيرنتينو تقريبا اللي احترف فيه عبد الله عبد السلام بعد ما نزل عبد الله وكسب فرقته، رئيس النادي نزل وباس ايد عبد الله عبد السلام، هو بس صوابعه يعني ايدك اللي جابت لنا الفوز. احمد صلاح يحترف في ايطاليا وفي تركيا حاجه كبيره قوي. قبليهم طبعا شانس حمدي الصافي من المواهب الموجوده، احترف في روسيا والسعوديه. فحتى روسيا لما قال لك روسيا، راح روسيا حمدي الصافي قال لك السنه اللي قعدها في روسيا هي اللي فرقت الفريق معاه يقعد ل 40 سنه من تشكيل احمد التدريبيه اللي عنده. سريعا، احنا كمان مش بنطلع نحترف وكمان بنسبورت الناس تحترف عندنا في مصر، قوه المنافسه في الدوري المصري تفرز المنتخب مصر؟ لا لا، عايز شكل المنافسه تختلف طبعا. انت عندك في الباسكت بول كام فرقه بتنافس؟ سبعه. عندك في البولي كام فرقه بتنافس؟ النادي الاهلي في حته ثانيه، نقول في حته ثانيه، حته ثانيه خالص. انا عاد والناس الثانيه ما عندهمش طموح المنافسه، حضرتك ما قلتها في الاول. بيجوا مع النادي الاهلي لا بيسلم، وده اللي بيرفع المستوى. انت قاعد رايح تكسب المار تكسبه. الاهلي بالمناسبه، الاهلي والمقاولين في طايره، في كره الطايره سيدات 3-0 للنادي الاهلي، انسحاب فريق المقاولين. والناحيه الثانيه الاهلي كان بيلعب هيئه قناه السويس 3-0، الحمد لله الف مبروك لفرقتين الطايره. اتفضل يا دكتور. لا يستاهلوا طبعا، يعني عشان كده بقول لك للاسف الشديد. طب ليه محترفين في مصر؟ يعني بعد كل ده ليه محترفين في مصر؟ ليه نجيب محترفين؟ ليه نقول ندخل محترفين؟ ما نطلع احنا نصدر محترفين. طبعا طبعا. وكمان دايما بلاقي ملحوظه وعايز حاجه ترد عليها رد سريع عشان الوقت بدا يجري، يقول لي ايه خلاص بنخلص. اتفضل. مركز اربعه مش موجود في مصر، مع ان منتخب مصر لاقي مركز اربعه، وانا شايف وجهه نظري في نجوم في مركز اربعه. طبعا. ليه دايما بنجيب في مركز اربعه نقطه الضعف؟ لان هو اقوى مركز المفروض يكون في مركز اربعه. عشان كده بتضعف لك اهي. لما بتجيب لعيبه محترفين في مركز اربعه بتضعف. طبعا. انت عندك مش مركز اربعه ده ايه؟ مش ضارب؟ ضارب. يعني احمد سعيد كتر خيره مشكورا جدا، سد في هذا المركز كويس. ما شاء الله عليه بصراحه. بالرغم ان هو طول عمره ما لعب في مركز اربعه دوت. قصار شويه كده. رائع. بس ما شاء الله. بس ايه؟ اللهم صل. انت خسرت في مره واحده بس يا كابتن خالد. الاستقبال. بقى لنا اربع سنين بنعاني من الاستقبال. ونجيب واحد اجنبي يستقبل زي حراس المرمى بالظبط. ما ينفعش. لغيت حراس المرمى اللعيبه بتاعتك. يبقى احنا لازم نلغي الكلام ده من الكره الطايره ونقول ان ده ممنوع، لازم نطلع من عندنا ونخلي مدربينا يطلعوا. انت جايب محترف معد امير بتاع الجزائر، اتفرج عليه عامل ايه؟ خد لنا جيم، احنا اللي مرنينه كان بيلعب في سموحه. فانا ليه اجيب الناس دي؟ لقيتني بجيب واحد يرفع من المستوى اللي عندي، ده بالعكس، ده انا بجيبه يا اما مصاب يا اما يقعد يريح. طيب فدي المشكله. خلينا نتكلم على استحداث الفار او استحداث الفيديو او التشالنج للمدربين. راي حضرتك ايه؟ دي حاجه كويسه في الكره الطايره؟ اضافه كويسه للكره الطايره؟ طبعا. اولا هتخلي كل مدرب ياخد حقه. يعني فعلا، وهتخلي اللعيبه كمان هتبقى فيها عندها ثقه في هذه التقنيه. عندنا الكره سريعه جدا فعلا، حضرتك لو تلاحظ كل التشالنج اللي بيجي دوت الكره كلنا شايفينها اوت سايد، لما بتيجي على الفار بنلاقي فعلا الكره انسايد واخده خط لطش من فنستريح نهدى. هيوفر لك الحكام. كنا الاول اربعه لايز مان، دلوقتي بقوا اثنين بس، واحد هنا واحد هنا وشكرا. بس بقوا اربع حكام بيحكموا المباراه. اربعه، اثنين لايز مان والحكم والحكم الثاني. الاعلام حاطط سبوت على الكره الطايره ولا شايف الاعلام ازاي والحلول المقترحه بالنسبه لحضرتك؟ لا طبعا، اولا الدوري مش بيتذاع. لازم اشوف اللعبة بتاعت اللعيب لما اهله واصحابه واصدقائه بيشوفوه بيعمل دعايه ليهم. فطبعا لا، الاعلام مقصر في الالعاب دي. يمكن الباسكت بول امتاز شويه لانه بقى يذيع الماتشات بتاعته. اتحاد اللعبه هو اللي ماسك الحقوق. نعم. هي دي المشكله بتاعت الموضوع. ما عندكش اتحاد. ما عندناش اتحاد. واحلال يحل ويجيب لجنه مؤقته، ويحل يجيب لجنه مؤقته. بقالنا خمس سنين في هذه المشاكل. فعايزين الاتحاد الاول. الاتحاد هو الاب الشرعي. اخر حاجه، روشته سريعه ونقط سريعه جدا لعلاج الكره الطايره في مصر. ورجوعها مره ثانيه لنجوم زي كابتن احمد صلاح وكابتن عبد الله عبد السلام، نجوم كبار نقدر نصدرهم للخارج وفي نفس الوقت نقدر نعتلي المنصات التتويج في المرحله الجايه. الاستقرار لازم يكون في استقرار في الاتحاد وفي الانديه. استقرار. استقرار يعني ايه؟ خطه زمنيه طويله المدى. تبني عليها العيوب اللي عندك وتحققها من خلال هذا الاستقرار وهذه الخطه الاستراتيجيه طويله المدى. نمره اثنين، تاهيل مدربين كويس. لازم يكون عندك مدربين يتعاملوا مع المراحل السنيه المختلفه. لتعوض يعني تحط لائحه جديده للعيب لما يستقبل كوره ياخد له نقطتين مثلا. فانت بتعدل زي الهاندبول اللي يجيب مش عارف جون من بره ايه بياخد جونين. الاشهر جونين. فانت الاشهر جونين، فانت بالتالي لازم تعمل كل هذه الشروط للنهوض بكره الطايره وتبقى مدرسه. يعني لازم تبقى كره الطايره مدرسه عالميه، وانت يعني ان شاء الله كفء لازم. مشكلتنا ان احنا افريقيا ما فيش فيها غير بيلعبوا فولي ثلاث اربع فرق بس. فانت عايز الاحتكاك والمعايشه مع الفرق الاوروبيه حتى ترتقي بهذا المستوى. دكتور وجيه
اسعدتني وشرفتني واستمتعت معاك بالحديث بصراحه. واكيد اكيد الدكتور وجيه بتعنا كلنا بكلامه الجميل، وان شاء الله ليه حلقات تانية معانا واحاديث داخل المجال الرياضي بصفه عامه. نورتني وشرفتني وكنت سعيد معانا. كل الشكر والتقدير ليك يا كابتن خالد، وان شاء الله اكون عند حسن ظن اخواننا المشاهدين. دايما بنقابلكم الاثنين والاربع، استنوني الاربع اللي جاي باذن الله في حلقه جديده من العاب الصالات. بشكركم والى اللقاء.